أنقرة مطالبة أردوغان للولايات المتحدة بتسليمه للداعية المعارض فتح الله جولن. طالب أردوغان بتسليم المطلوبين أمنيا لدى مصر والدول العربية اللي بيأويهم أردوغان في تركيا، وأنه أردوغان صنع بيئة مناسبة للإرهابيين بتأييده ليهم وقبوله بتواجدهم في تركيا. طيب شايفين حضراتكم الصورة اللي موجودة على الشاشة دي، هو الشخص ده الرجل الملتحي ده اللي في المشهد، هذا هو الرجل الذي قام بذبح الجندي التركي أمام الكاميرات. هذا الشخص ليس مواطنا تركيا، خرج للدفاع عن الشرعية، حتى هو مش واحد حتى موالي للإخوان المسلمين. طب هو مين بقى؟ هذا الشخص هو إرهابي سوري من مقاتلي حركة أحرار الشام. هذا الشخص هو إرهابي سوري معروف من مقاتلي حركة أحرار الشام، هو ليس مواطنا تركيا، يعني زي ما بقول لحضراتكم مش مواطن تركي فكره بيقوله أنه مش حابب يحصل انقلاب في بلده وخارج عاوز يدافع عن الشرعية، ولا حتى هو أحد الموالين للإخوان المسلمين، لكنهم استعانوا بإرهابيين من سوريا في